السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. لا تزال العملية العسكرية الروسية تستأثر بصدارة المشهد عالميا، ولا تزال تداعياتها سياسيا واقتصاديا موطن الاهتمام والمتابعة عالميا، ولبنان جزء من هذا العالم المترقب والمتأثر، لكن يبدو أنه متأثر جدا بالنفس الأمريكي في مقاربة العملية الروسية. فهل كان صوته في الأمم المتحدة عن قناعة أم مغازلة للأمريكيين ووزارة خزانتهم؟ هل بات هو أيضا يكيل بمكيالين، ينطق حين تقصف روسيا ويصمت حين ترتكب السعودية والإمارات المجازر؟ أي تداعيات لموقفه هذا على العلاقات الروسية اللبنانية وعلى الاتفاقيات الروسية مؤخرا مع لبنان؟ في الاستحقاقات الداخلية، هل بات التشكيك بحصول الانتخابات كلاما من الماضي؟ أين أصبحت التحالفات الانتخابية؟ وكيف يقيم المعلن من أسماء مرشحة إلى الآن؟ في القضاء، أين أصبحت المعركة مع المصرف المركزي والمصارف؟ وأين موقع الدولار من كل هذا؟ ومن الدولار إلى العملة الوطنية والعكس، ماذا يحدث في تعرفة الاتصالات؟ هذه الأسئلة وأكثر سأطرحها على ضيفي مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران. صباح الخير. صباح الخير أخت منى، إليك ولكل المشاهدين. اليوم بدنا نحاول يكون عنا إجابات مقتضبة قد ما فينا لأنه الأسئلة كثيرة. رح نبدأ بطبيعة الحال من العملية الروسية التي تجري في أوكرانيا، لا تزال تتصدر المشهد عالميا، البحث بتداعياتها السياسية والاقتصادية أيضا لا يزال موجود بكل دول العالم، ولكن خلينا نبدأ بالتقييم. هذه العملية الروسية قطعت أسبوعها الأول، كيف يقرأ المشهد بعد أسبوع؟ أنا ما بدعي أني خبير عسكري وبعرف بالجغرافيا العسكرية وبالخريطة وبأنواع الأسلحة. أنا وقت اللي بقرأ للحرب الروسية الأوكرانية بقرأها بخلفية عقائدية فكرية، وبدعي أني من 2014 لحد أزمة كورونا كنت يمكن من اللبنانية القلال اللي شاركوا بكل المنتديات الدولية اللي صارت بروسيا، تحديداً ثلاث عناوين أساسية: مؤتمر الأمن الدولي اللي بيشارك فيه كل وزراء دفاع العالم سنوياً، منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي المالي اللي بيحضره بوتين وبيقدم فيه رؤيته الاقتصادية، وأنا عضو بروسيا والعالم الإسلامي كمان يلي فتحوا فيه الروس عبر وزارة الخارجية نافذة إلى العالم الإسلامي، وعليه من العام 2014 لحد اليوم صح لي أن يكون عن قرب عم بسمع العقل الروسي كيف عم بيعبر وكيف عم بيفكر. واضح أنه الروس، وسميت المنتديات الثلاثة مش عرض عضلات، لا، لأقول أنه روسيا اليوم عم تشتغل على ثلاث خطوط: الخط الأول الخط العسكري، الخط الثاني الخط الاقتصادي، والخط الثالث خط له علاقة بالعالم الإسلامي مع وجود عشرات ملايين المسلمين من قلب روسيا الاتحادية بموسكو لوحدة في مليون مسلم وما يعني هذا الأمر. وعليه قراءة روسيا بالنتائج هو أمر منه صحيح، يجب قراءة روسيا بالأسباب وبالعقائد. باختصار، الرئيس بوتين عندما سئل في منتدى سوتشي في العام 2018 ما الشيء الذي كنت ترغب أن لا يحصل في روسيا وأن تغيره لو كنت قادر؟ أجاب: انفراط عقد الاتحاد السوفيتي. وعليه باختصار، هذا الرجل لديه عقيدة فكرية اقتصادية سياسية اللي بدك إياه هي بإعادة وحدة الاتحاد السوفيتي. بالمقابل الأمريكيين في الإدارة سواء الحالية أو السابقة عملوا خطة استراتيجية عنوانها وضع روسيا في البوكس في الصندوق وإحاطتها من قبل الناتو. وعليه ذهب بوتين إلى هذه الحرب ليس رغبة بالحرب، وما حدا يصدق أنه هو رايح يحتل أرض أوكرانية، لا، هو رايح يبعد الناتو عن مجاله الحيوي ويعيد للاتحاد السوفيتي هذا الاتحاد. وبذكر أنا بمنتدى سان بطرسبورغ إذا مش غلطان 2017 سألوا أحد الإعلاميين هل سوف تعيد هذا الاتحاد بالقوة بالعسكر بالدمج؟ أجاب: لا، قد نذهب في شراكة اقتصادية سياسية. يعني باختصار، بوتين راح على أوكرانيا مش ليحتلها، راح على أوكرانيا ليغير من منهجية وسلوك نظام الحكم. بس تبين معه أنه هذا الرئيس
بين الهلالين الإسرائيلي الأوكراني واضح أنه مش رح يغير سلوكه، وعليه انتقل من تغيير سلوك الحكومة الأوكرانية إلى تغيير الحكومة الأوكرانية بحد ذاتها. وعليه باختصار، إذا لم تأتي لحظة نسمع فيها عن رئيس جديد في أوكرانيا أو حكومة جديدة، هذه الحرب لن تنتهي، فهي بدأت بعنوان إسقاط نظام الأوكراني العميل عند الناتو والذي يريد أن يضع روسيا ويطوق روسيا. لكن هذا الأمر ليس سهلا. أكيد المعركة، ما كمان نحن وقت نقول الحرب الروسية الأوكرانية كمان بنكون عم نصغر من قيمتها، لا هي فعليا الحرب الروسية الأمريكية، الحرب الروسية الأمريكية الأوروبية، الحرب الغربية الشرقية. واليوم في جو بأوروبا إذا بنشوف الخريطة تقريبا أوروبا مقسومة، هلأ مش على الأد بس مقسومة، وبتذكرك بما مرحلة ما قبل الحرب الباردة، وهي وقت اللي كانت أوروبا جزء منها شرقي وجزء منها غربي. اليوم الدول المحيطة بروسيا جزء منها بالناتو وجزء آخر منها عم يسعى يكون بالناتو، وجزء ثالث موجود بشراكة مع روسيا مثل دولة بيلاروسيا. نعم نحن نشهد على خارطة جديدة، على تغيرات كبرى، وما بقى في حدا يقول شو اسمها النظرية نائب النفس، أنه أنت فيك تقعد تقفل الباب وما تتأثر باللي حواليك. والدليل ببلش رغيف الخبز الصبح يتغير سعره، وبتخلص بتنكة البنزين والمازوت وانت ماشي. الحرب الروسية الأوكرانية اللي هي ضمن صراع بين الأمريكيين والروس رح ينتج عنا إما نظام فيه توازن قوة جدي وحقيقي بيشبه مرحلة الاتحاد السوفيتي السابق، وإما لا سمح الله بتنكسر إرادة بوتين، وهذا الشيء أنا مش شايفه، ونذهب إلى أحادية طويلة المدى لمش عقود لمئات من السنين. يعني إذا قلت حضرتك أنه إرادة بوتين تشككت أنه لا يقدر يعني هذه الإرادة يكسروها، نعم. ولكن هناك تغير بطريقة التعاطي مع أوكرانيا، طريقة التعاطي الدولية، نتحدث عن الأمريكيين وحلفائهم، كان يعاني أو يناشد زيلينسكي انه هو وحيد وما حدا يعني ساعده، في حين انه هلا تغير موقفه، الزلمه عم يستقوي اكثر. الواضح بانه هناك هلا بكل وسائل الاعلام العالميه تنديد تاريخي، تنديد اممي باللي عم يعملوا الروس. هذا الموضوع ما بيغير ميزان، لا واضح انه بالاعلام اول شيء في هيمنه غربيه على الاعلام ما نصير، وبصراحه في شطاره اكثر، ودائما المحور الغربي بيتفوق على المحور الشرقي، وعم بحكي الحكي على المنار هون، دائما المحور الغربي بيتفوق على المحور الشرقي بالتقنيات الاعلاميه والحرب الناعمه. واحده منها اللي صار، يعني هو كان عم يمثل الرئيس الاوكراني، عم يمثل، هو ممثل عن جد، وبهالقصه كان عم يمثل. مره كان عم يلعب دور المظلوم، الضحيه تركوني وحده ليتعاطفوا الناس معه اكثر، ومرحله ثانيه كان عم يلعب دور لا انه انا بطلت وحده وانا قوي وانا قادر وانا كذا واستنزف خصمي. كلهم هولي تكتيكات، وبعتقد هيدا الشخص بيستحق الواحد يراجع تجربته كيف وصل على الحكم. ومبارح خطابه إلى كل يهود العالم لكي يتحدوا، شو هو فعليا؟ اليوم روسيا بعصبها، صحيح هي دولة متنوعة وفيها عدد كبير من المسلمين، لكن هي أرثوذكسية، جزء من هويتها هي الهوية الأرثوذكسية. والفرق بين بوتين والنظام الاتحاد السوفيتي السابق هو هي المصالحة الكبرى مع الكنيسة، واللي بتذكرك بالمرحلة القياصرة، وعليه دق نفير اليهود من قبل الرئيس الأوكراني. عنده إذا بدك مدلولين، المدلول الأول هو المدلول المالي، لأنه مش سر اليوم المهيمن على المال أو العصب المالي بجزء الأكبر إن مؤسسات اليهودية، وخاصة أنه واضح الحرب على روسيا اليوم عم تاخد طابع اقتصادي أكتر. والأمر الثاني الإعلام، خلينا أنا وياك نعمل جردة على وسائل الإعلام، راح تلاقي اليهود الصهاينة، مش اليهود وبس، اليهود الصهاينة هن اللي مهيمنين على معظم وسائل الإعلام. وعليه نعم، هذه الحرب ليست حربا روسية أوكرانية، هذه الحرب يستفيد الغرب وتحديدا الأمريكي من استخدام الواجهة الأوكرانية والأرض الأوكرانية لمواجهة الدب الروسي. خلاصتها واحدة من اثنين، أو نظام عالمي أكثر عدالة وأكثر توازن، أو أحدية أبدية إلى ما شاء الله. عم يستفيد العالم الغربي مما يجري، شو عم يستفيد لبنان لكان بالأمم المتحدة جزء من هذا العالم الغربي بموقفه؟ هل هو صوت لأنه لديه قناعة بأن هناك ما يجري هو غزو وهناك حرب
نحن ما بدنا هذه الحرب. تعمل ماذا؟ تعمل جهد كل الوقت مع الناس، بالذات هيك وقت كنا عم تعمل ندوات. واحدة من حسنات كورونا انه وقفت لنا هذا الاحتكاك المتعب، متعب ذهنيا يعني مش بس جسديا. انتم عم تقنعوا انه حزب الله يا خيي مش مثل ما انتم مفكرين بالدولة اللبنانية، انه في اعتقاد انه بيلقط التليفون اي مسؤول بحزب الله بيعمل بده اياه. بيجي الحادث الحرب الروسية الامريكية الاوكرانية لتثبت هذا الموضوع بمحطتين. المحطة الاولى البيان، وهون عبد الله ابو حبيب انا سبق وقلت وبرجع بعيد، هو قبل يمسحوا فيه، لكن بالحقيقة لا، القصر الجمهوري كان معه خبر والسراي الحكومي كان معه خبر، ورجع هو عبر وقال الحكي وقال هيدا الكلام وأنا مصدقه من هلأ وبمضي عليه. اثنان، إجا التصويت. طيب طلعنا نقول لا معه خبر فلان ولا فلان ما معه خبر، ومغمغناها على الطريقة اللبنانية. طيب إجينا على لحظة التصويت، خلينا نشوف الجمهورية الإسلامية بإيران كيف صوتت، امتنعت عن التصويت. خلينا نشوف الجزائر كيف صوتت، امتنعت عن التصويت. بلد مثل لبنان بيبعد عن روسيا بضعة كيلومترات، لأنه اليوم الروسي هي هون باللدقية وبطرطوس، وإذا طلعنا على الجرود بعرسال وبالهرمل كمان كم كيلومتر بنصير نحن والقواعد الروسية على تماس. بخي ما عم نقول نحن روحوا صفوا مع روسيا ضد أوكرانيا، بالرغم إذا أنا بدي أقول بالحسابات بيطلع معي، شيل العاطفة على جنب، بيطلع معي الروس جاري هون موجود حدي، وجار طويل لأنه في عقود واتفاقيات 99 سنة بين الدولة السورية والدولة الروسية. بيطلع معي أنه أنا عم نقب عن النفط والغاز ومسلم روز نفط حصة أساسية فيها. بيطلع معي أنه الروس هن الوحيدين اللي عرضوا علينا من طيارات الميج وانت وجاي، وكل مرة عم يعرضوا علينا سلاح وذخيرة ببلاش. بيطلع معي أنه بجرود عرسال أنا عشتها بتفاصيلها، هي وعم بتصير المعركة، رجمات الصواريخ الموجودة عند الجيش، احتجنا نجيب ذخيرة واحتجنا نجيب فريق يصلحهم، اجا فريق روسي يصلحهم، اعطونا الذخيرة، ما قدرنا حتى نحول $1,000,000 على موسكو من هداك الوقت. لكن هذه الدولة العميقة اذا بدك باختصار لا تزال عبدي عند الامريكي، ما عم لاقي كلمة تانية، عبدي عبدي بكل معنى الكلمة، وهون ما عم بحكي عن عبدي باللون، لا عم بحكي عن عبدي بمعنى العبادة والطاعة، عبدي عند السيد الامريكي. والدليل تصويت لبنان بالامس. وانا بصراحه بفهم انه صحفي او اعلامي يطلع ينتقد الموقف، بس النواب والوزراء اللي عم ينتقدوا الموقف لا، لازم يعملوا شيء ثاني. كان لك تغريده بهذا الموضوع، اعتبرت انه خطيئه، وصفت قبل الموقف في الامم المتحده، وصفت بيان وزاره الخارجيه بالخطيئه، ودعوت النواب انه يطرحوا الثقه بالبرلمان. اذا كانوا جديين، اذا كانوا عن جد جديين نزلوا على مجلس النواب وطرحوا الثقه فيه، وهو اضطر من بعد هالحديث وهالحمله مش منا من كتار يقول لا يا خي رئيس الجمهوريه معه خبر، رئيس الحكومه معه خبر، ومعه حق، اثنينهم معهم خبر ومعهم حق، اثنينهم بدهم يتحملوا تبعات هذا الموقف في الايام المقبله. لماذا هذا الموقف؟ هل يعني عم تقول حضرتك وصفتهم بانه هن استجابوا للامريكي، لماذا استجابوا للامريكي؟ شو النقطه؟ وين قطب الراحه؟ يا اختنا بربط بوزاره الخزانه على سوريا، على سوريا ما استرجينا نطلع نجيب كهرباء الا للامريكان قالوا لنا شرفوا اطلعوا. لهيك دائما بنقول هذه الاكثريه النيابيه الموجوده مع 8 ازار زائد تيار وطن الحريه اكثريه وهميه، لا منا اكثريه جديه ومنا اكثريه حقيقيه. في خوف من العقوبات، وفي خوف تاني من الفيز والجنسيات، ما وزير خارجيتنا امريكاني وبس يعيد بيطلع بيعيد هونيك، يعني شو القصة؟ ما لها علاقة بس بالجنسية، لها علاقة كمان بالميل وبالانتماء وبي وطولة. نجيب مئاتي شريك، وزير الخارجية شريك وحبب مسك، والقصر الجمهوري كان يعلم في الخطوة في البيان والتصويت البيان جربوا يرتوه، والوزير جبران باسيل عمل حركة ذكية انه اتصل بالسفير الروسي واتصل بالروس، لكن بالتصويت رجع كل اللي انحكى طلع ما له قيمه، لانه رجعت راحت الناس صوتت ثاني ميل. وعليه باختصار في هذه اللعبه الشرقيه الغربيه مره جديده نتذكر كلام سماحه السيد حسن نصر الله وقت اللي قال نتوجه شرقا، قال يا عمي ما عم نقول روحوا كلنا على الشرق، انه حافظوا على الغرب وطلعوا بعينكم ايه شوي على الشرق. هذا اللي عم بيصير يعني الامريكي ما كان حيقبل انه احنا نمتنع؟ اكيد والله نحن افرطنا في المغازله. اجت تعليمات واضحه، بدكم تروحوا تصوتوا هيك،
وراحوا صوتوا هيك، وعم بقول على الهواء لو في مثلا تمن والله روحوا صوتوا هيك وفي مليار دولار للكهرباء ومعملين بظهرهم، يا خي روحوا صوتوا هيك بنقبل، بس روحوا صوتوا هيك بلاش وبلا جميلة حتى. وراح ارجع عيد، انا ما كنت عم اقول روح نصوت ضد اوكرانيا، امتنعوا عن التصويت، تغيبوا عن الجلسه. طيب. عملوا مثل كتار عملوا اذا هيك. كان الروسي، اذا كان الروسي استوعب في مكان ما البيان الصادر عن وزاره الخارجيه بعد الموقف اللبناني الرسمي بالامم المتحده، هل برايك الروس راح يعيدوا النظر بعلاقتهم مع لبنان او بالاتفاقيات؟ يعني نحن متفقين كرمال الكهرباء مؤخرا لا بعتقد ما استوعب، والدليل انه السفير الروسي وقت اللي عبر بالمؤتمر وهذا كان قبل التصويت ختمها بجمله باللغه العربيه وقال نحن صرنا بنعرف وقت الازمات مين موقف معنا ومين وقف ضدنا. بكره اذا كبرت اكثر ازمه المحروقات، بكره اذا كبرت اكثر، وهلا بين هلالين المحروقات المخزون الاحتياط الامريكاني بادنى مستوى من 2002 وطالع البرميل طلوع، وعزنا بكره محروقات، لا الشباب بيسترجوا يجيبوا من ايران ولا بيسترجوا يجيبوا من روسيا. طيب بكره بالقمح نفس الشيء، شو بتعمل؟ شو عندك خيارات؟ بتاخذ من هون للارجنتين لتجيب قمح؟ ما يمكن ما يعطوك لانه في غيرك واقف كمان بالصف وطالب وعم يدفع، كله عم ببرم على بدائل عن روسيا. بكره لا سمح الله باي مواجهه بتصير بالمنطقه شو بتعمل انت؟ افترضنا اشتعلت حرب في حوض البحر الابيض المتوسط بالذات على خط الغاز، نحن شو بنعمل؟ ما بنروح دعوسه بالاجرين، بنروح دعوسه بالاجرين. لا الروسي اللي انا فهمته انه مش مزبوط انه بلاع على القصه وقدر الموقف، لا في غضب جدي وسمع هذا الغضب وسفيرنا بموسكو من قبل نائب وزير الخارجيه ميخائيل بوغدانوف. يعني الروسي قد يعيد النظر حتى باخر خطوات تجاه لبنان بموضوع الكهرباء مثلا؟ ما هن ما راح يسترجوا يروحوا لعنده اساسا لا بالكهرباء ولا بشيء ثاني. بس الحكي الجدي، لا الحكي الجدي هلا انه مع ملف ترسيم الحدود في ملحق. شو هو الملحق؟ انه هالاتحاد بين شركه اني الايطاليه وتوتال الفرنسويه وروز نافت الروسيه مطلوب تفكوه وتظهروا الروس، هون الامتحان الجدي. ساعتها خلينا نراقب شو بده يعمل الروسي. انت مضيت اتفاقيات مع اتحاد الثلاث شركات من بينهم روز نافت، هلا الامريكاني بلش يقول بده اياك تفك هيدا فك، واساسا وحده من اسباب العقوبات على جبران باسيل وعلى غيره هو هيدا الاتفاق، كان هيدا الاتفاق. بكل هيدا المشهد وين منطق الحياد ومبدأ الحياد ودعاة الحياد؟ نجيب مئاتي عنده قصيدة اسمها النائب النفس، ايه وبسمعها بكل مناسبة، بس هالمرة ما سمعها لأنه في حسابات مصرفية بمليارات مفتوحة له بالغرب، هاكلين هم يجمدوا له هي، على منه أنا رأيي لا حدا كان راح يجمد له هي ولا حدا كان راح يتعاطى معه، لأنه حتى الغربيين ومعك حق بالسؤال مش هالقد يعني كانوا متوقعين أنه لبنان يروح بعيد. مزبوط أني طلبوا، مزبوط أني أمروا، لكن الصحيح أنه في نفوس صغيرة جاهزة لتلبية هذا الأمر. أنا اللي بخشى تمدد حرب الغاز، لأنه بالآخر الجزء الأساسي من هذه الحرب هي حرب الغاز، أنا اللي بخشى تمدد حرب الغاز انفجارها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبوقتها يمكن نتذكر كلمة السفير الروسي ببيروت يلي قال رح نتذكر منيح مين وقف معنا ومين وقف ضدنا. امبارح سوري لافروف طلع بحديث ويحكي عن النووي، يعني نحن رايح العالم لمطرح بيشبه الحرب العالمية الثالثة، بالرغم في رأي لبعض الباحثين لقد بدأت الحرب العالمية الثالثة. بهالوقت نحن بلا ما نغني الغنية النائب النفس لا رحنا حطينا أصبعنا بالجرح الروسي. بالوقت اللي حضرتك هلا عم تحكي فيه على الشاشه عاجل عن ارتفاع اسعار الغاز في اوروبا، بلشنا نلمس لمسه اليد تداعيات الاقتصاديه لما يجري في روسيا او بين روسيا واوكرانيا. هون سؤال باختصار لو سمحت، لبنان مرقت حضرتك انه رح يكون عندنا ازمه غاز وازمه قمح وازمه كهرباء؟ لا هي منو سر، نحن بنجيب مازوت بحوالي نص مليار دولار من روسيا، وهلا في حكي جدي انه يمكن ما نقدر حتى لو الروس عم يبيعونا، يمكن الروس يبطل بده يبيع، يمكن ما نقدر نحول لهم، لا حتى نحن يمكن ما نقدر نحول لهم اذا طلعوا ظهرهم من سويفت من برنامج المصرفي. طيب كمان نحن من اوكرانيا بناخذ قمح وبناخذ زيوت وكمان ذات الشيء، بتقلي بنروح على اليونان بنروح على الارجنتين بنروح، مزبوط، لكن بس نروح رح نكتشف شغله اساسيه انه في غيرنا قبل منا كمان حاجز بكلفه اعلى، وهون لابد انه نتذكر تجربه مياه نهر الليطاني
يلي راحت زرعت قمح وجربت تطور هيدي ونتجت قمح بقلب سهل البقاع اللي كان يطعمي امبراطوريات على مر التاريخ، وتحاربت من قبل الدولة العميقة بلبنان، معنيين بهالأزمة. مش يطلع وزير يقول القمح اللبناني ما بيصلح، القمح اللبناني عمره آلاف السنين وعم بيطعمينا كان. معنيين نروح نبعب ورا مياه الليطاني ونسأله، تعا يا خي انت شو عملت؟ شرف وتعا نعيد هالتجربة ونعززها. القمح والمحروقات هن مش مواد أساسية، هن مواد استراتيجية بحاجتهم كل الشعوب، وبالذات الشعوب اللي مثلنا اللي عايشة على الخبز. يعني الخبز هو طبقة الرئيسي اليومي. وعليه باختصار نحن رايحين على كريزة اقتصادية كبيرة. لحد اللحظة فيك تشوفي إرهاصات اليوم بسعر المحروقات اللي ارتفع واللي راح يضل عم يرتفع. فيك تشوف جرة الغاز المنزلي اللي ارتفعت ضلت عم ترتفع، وبس نحكي عن تنكة البنزين، مش عم نحكي عن تنكة اللي بنحطها بس بالسيارة، لا، ما هي هيدي كمان بتشغل المعمل وبتشغل المصنع وبتودي الموظف على وظيفته وانت وماشي. كان لنا مصلحة نحيد على جنب، لا مش قررنا انه نحن ناخد طرف، وخلينا بكرة نشوف بيعطونا القمح الامريكان على شرط على الهواء، عم بيسرقوا القمح من الحسكي والقامشلي ويذقوا للقواعد الأمريكية الموجودة بالخليج، بدهم يعطونا قمح لنا. قبل ما نفوت على الانتخابات، على ملف الانتخابات النيابية، حضرتك حكيت هلأ عن القمح، فأنا بدي أسألك سؤال له علاقة بالقمح. شو صاير بموضوع الإهراءات بمرفق بيروت؟ إهراءات القمح، أنا اثنين بوثق فيهم، الدكتور علي حمية والريس هون ريو خوري. طلع الوزير علي حمية يقول أني تبلغت من وزير العدل انه القاضي طارق البيطار عم بيقول ما بقى في مشكل، فيكم تهدموا اللي بقيوا من الاهراءات لحتى نبني اهراءات جديده نخزن فيها القمح. طلع حديث عن لسان طارق البيطار انه لا، هو لا حاكي مع وزير العدل وانه هالحكي منه صحيح. لا، تاني ورقه بعد امر، تاني ورقه، بينما ها هيدي بالوثيقه، وهلا في وثيقه عنا غير هيدي، وثيقه تانيه. الوثيقه شرفي جانب النيابه العامه التمييزيه، نعلمكم هذا خط ايده للرئيس طارق البيطار، انه لم يعب من داع للمحافظه على ما تبقى من مبنى اهراءات القمح بالنظر للمرحله التي قطعها التحقيق العدلي للتفضل بالاطلاع واجراء المقتضى تحت الختم المجلس العدلي المحقق العدلي، وهذا امضاء السيد طارق البيطار 8/12/2021. صح، ردت النيابه العامه التمييزيه بكتاب وصل لوزير العدل. مزبوط، طارق البيطار مش حاكي مع وزير العدل لانه هو ما بيحكي معه، وبيبعت للنيابه العامه التمييزيه، والنيابه العامه التمييزيه هي اللي خاطبت. لكن حدا عم بيلعب مثل العاده باعصاب الاهالي وبمشاعرهم، وانه هونيك مطرح من دفن اولادكم رايحين يعمروا المرفق كأن شيئا لم يكن، وراحوا استقبلهم وقالوا لا هالحكي كذب. لا، ما انه كذب، هي الحقيقه وهيدا الختم وهيدا التوقيع. وفي حدا بلبنان بيتجرأ هالقد يلعب بعواطف الناس؟ انا بالنسبه إلي براعي شعور الاهالي لاقصى درجه، بس انا كمان بيعني لي انه نحن ما بيسوى ما يكون عندنا اهراءات. يا عمي نحن من مئات السنين اذا مش من الاف السنين دائما كان عندنا اهراءات نخزن فيها القمح. بدكم تعملوها ببيروت، تعملوها بطرابلس، تعملوها بصور، ما في مشكل. وانا بالنسبه لي دائما تطوير الاطراف ومرافق الاطراف اهم. اساسا المرفق ببيروت يمكن مزبوط في عليه علامه استفهام، لانه كل الدول بتروح بتبعد وبتعمل مرافقها بالمطارح النائيه لحتى تنمو. باختصار، اللي قالوا علي حميه صادق فيه، اللي قالوا وزير العدل صادق فيه، وهذه الوثيقه تؤكد ان المحقق العدلي هو الذي قال بامكانكم هدم الاهراءات، فلقد انتهى التحقيق المتعلق بهذا الشق. واقعه موثقه الان اصبحت برسم الراي العام اللبناني وتناقض ما قاله المحقق العدلي. لندخل في الاستحقاق العتيد المنتظر اللي هو الانتخابات النيابية، بدأت القوى السياسية تعلن أسماء مرشحين تتطرق لبرامجها الانتخابية. بالأمس سمحت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن أسماء مرشحي حزب الله. من المنتظر بالأيام المقبلة أن يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن يعلن التيار الوطني الحر ب14 من هذا الشهر كمان أسماء المرشحين. قبل ما نقيم المرشحين بصورة عامة، خلينا نقول سؤال أساسي يطرح: أين أصبحت التحالفات الانتخابية وكيف هو شكلها وكيف سيكون شكلها في الاستحقاق العتيد؟ من أشهر
ونحن عم نأكد الاستحقاق بده يصير إلا إذا صار زلزال، وعم نأكد أنه هناك تحالف ثلاثي بين حزب الله وحركة أمل والتيار، وأحيانا رح يقسموا ليحتين، وقلنا الحكي مع حضرتك من شهرين، ولا لمصالح انتخابية. الحمد لله سمحت السيد امبارح ثبت هذا الكلام أنه استبعاد خلص نحن رايحين على الاستحقاق، لأنه قال التشكيك كان يخرج من غرفة واحدة. اللي ما بدوا الانتخابات وبدوا يلزقوها بحزب الله، لأنه ما في شك في جملة اللي هني ما بدون. في حدثان أساسيين صاروا، خروج سعد الحريري، لكن بحكيها على طريقتي معليه بالأملية، بلوائح الشطب بالأرقام، المسيحيين في لبنان الثلث، والسنة الثلث، والشيعة الثلث. المسيحيين رح بقى هيك يفوت أكتر، الدكتور جعجع والقوات اللبنانية قد ما كبر حصته عند المسيحيين هو بحاجة لأحد الثلثين لكي يتشارك معهم بلعبة الحواصل. هو والشيعة مش مشارك، ودائما كان يتشارك مع سعد الحريري، وهالمرة ظهر سعد الحريري واضح من كل مسؤولي تيار المستقبل انه في نفس ضد سمير جعجع. مقابل الوزير جبران باسيل والتيار قد ما طلعت او نزلت شعبيته عند المسيحيين، هو بحاجة لا كمان مثل الدكتور جعجع لأحد الثلثين السني والشيعي، وهذا الأمر ممنوع بتحالفه الاستراتيجي مع حزب الله وضمنا مع حركة أمل، لأنه حزب الله وحركة أمل بيجوا اثنين بواحد، مش هيك؟ هيك لبسطة للناس. بكرة بالانتخابات في ثلاث أتلات، أول شغلة بتعملوها بتشوفوا كل تلت قديش نسبة التصويت. يعني من هلأ إذا الشيعة بصوتوا 60% 65% والباقيين بصوتوا 50 و45، وضحت الأغلبية وين. وبالقلب إذا السنة صوتوا 65 و70% والمسيحية 65 و70% والشيعة صوتوا 40%، من هلأ بتعرفوا الأغلبية النيابية وين. واضح هيدي دعوة مبطنة إنه للكل يشارك. لا لا أنا رح قلت وبكثافة، قلت إلي أشهر وعم بعيد، أنا برات الانتخابات ما بتعني لي لا بالترشيح ولا بالاقتراع على مستوى الشخصي، لكن معنيين كل الناس يصوتوا لو بورقة بيضاء، بس أنت روح صوت خيي وعبر عن رأيك، وبالذات هول اللي بيطلعوا بيبرموا على المطاعم وين بيشوفوا واحد نايب بيركضوا يدقوا له على الطبل، خيي ما تدق له على الطبل، روح صوت ضده وسقطه، لأنه بعد الانتخابات بس الناس تنفرز ويبين كل واحد قديش حجمه، بدهم يعيرونا سكوتهم، يعني اللي بده يجيب 20 و30 و100 صوت بده يعيرنا سكوته 4 سنين، لأنه في منهم ترشحوا المرة الماضية وجابوا 40 و50 صوت، غابوا لهم شهرين ثلاثة ورجعوا يحكوا، بتحنوا عم بيحكوا، بتفكري بوتين عم بيحكي، بتفكري بوتين عم بيحكي، بالوقت اللي حزب الله جاب 345,000 صوت تفضيلي. وعليه باختصار أعتقد إنه اليوم اللي كانوا مرسملين على الانتخابات تحديدا الأمريكيين وعلى المستوى المحلي تحديدا الدكتور جعجع صار عندهم قلق أكبر وخوف أكتر، لأنه شايفين إنه في تلت أساسي كانوا دائما يطلعوا على كتافه هو التلت السني، يبدو حتى هذه اللحظة في مرحلة انكفاء ولا قرار. يعني المزاج العام مش مثل ما هني كانوا متوقعين. لبنان إذا كان الشخص مش طائفي، ونحن خارج القيد الطائفي وهذه ما بدها كتير شرح، بس ما فيك تهمل هذا العامل أنت وعم تقرأ في التركيب اللبنانية وانت عم تعطي مواقف. وأكثر شيء هول اللي بيجوا بيحكوك أنه لا طائفي لا 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 في لبنان هيك، والدليل أنه بكرة بالانتخابات من هلأ حزب الله وحركة أمل على القليلة عندهم 70% من أصوات الشيعة، مش هيك؟ ولو سعد الحريري مرشح هو نادي رؤساء الحكومات السابقين على القليلة عنده 55 لا يمكن ل60% مع بعضهم وأكثر من الأصوات، وعند المسيحيين قد ما راحت وإجت الناس القوات والتيار بياخذوا الحصة الأكبر، وعند الدروز أنت وماشي بالتفاصيل. وعليه في القراءة الديموغرافية السياسية الطائفية هناك قلق جدي عند الأمريكيين ومن يراهن عليهم في السياسة، لأنه نحن مثل كل العالم اليوم العالم مقسوم شيء مع بوتين وشيء مع بايدن، مش هيك؟ ونحن بلبنان هيك صفين شيء بالشرق وشيء بالغرب، نفس الشيء في لبنان تبدو حسب هذه التركيبة الحالية أن قوة 8 أزار زائد التيار الوطني الحر لديها فرصة جدية بأن تعيد الأغلبية النيابية، بالرغم من ملاحظاتي على هذه الأغلبية النيابية يلي ما بتمون تغير بيان بالأمم المتحدة وتصويت للبنان عليه، لكن واضح بالأرقام هيك النتيجة، لهيك المرسملين على الانتخابات بلشوا غيروا رأيهم. وهذه صفحة
مثل ما قال سمحت سيد نصر الله بالأمس أنه طوي صفحة التشكيك بحصول هذه الانتخابات. رحنا على التحالفات، حكيت عن تحالف ثلاثي، أين أصبح هذا التحالف؟ شو راح يصير وماذا عن التحالفات الأخرى؟ ما هو فيه شيء تقريب الخط العريض، في شيء بتفوتي عليه بالدوائر. امبارح سمحت السيد عطى بالخط العريض انه نحن كحلفاء موجودين سوا، واحيانا بمطارح رح نكون بلائحتين لحد اللحظه، وهيدي بورصه يعني مثل سعر الغاز بتطلع وبتنزل اللي حكيتي عنه. اليوم بالبورصه بنبلش من فوق بعلبك الهرمل، صارت واضحه التركيبه، حزب الله، حركه امال، التيار الوطني الحر بالمقعد الكوتيلي، وانعطى الحزب السوري القومي الاجتماعي عرض انه يختار المقعد السني او المقعد الماروني. اللي فهمته ظهروا من المقعد السني ورايحين صوب المقعد الماروني. بيبقى المرشح الشيعي السادس، وهذا بينحسم بين شخصين لا ثالث لهما، سمحت السيد حسن نصر الله والرئيس بشار الاسد، لانه هذا المقعد تاريخيا لسوريا. تنزلي على البقاع الغربي، صارت معروفه تقريبا شبه مكتمل الاتفاق، خينا حسن مراد وأبلان أبلان وإليل فرزلي مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد الماروني شرب المارون، والدرزي طارق الداوود. بيبقى تفصيل إنه السن الثاني بتسكرها للليستا ولا بتتركه مفتوح. هلا عم نحكي عن 8 آذار، نحن مش عم نحكي عن الباقيين. وبزحلة الحزب والحركة أكيد سوا مرشحين الدكتور أبو حمدان، وهو شاب جديد ومن جيلنا كمان، ورايحين هني والتيار الوطني الحر على اتفاق. بيبقى موضوع الكوتيلي عم يتناقش، مفتوح الباب عليه. وانت ونازلي عب عبده، باب عبده في نقاشين لحد اللحظه، على منه النقاش الغالب لائحه واحده، حزب الله، حركه امل والتيار. وفي نقاش عم بيقول لا، بكسر الحواصل يمكن لنا مصلحه نكون لائحتين. هذا النقاش بعتقد بينحسم بين الليله وبكره. ببيروت الثانيه حسم الامر، حزب الله وحركة أمل، المقعد الإنجيلي لإدجار طرابلسي، والمقعد الدرزي لخينا ورفيقنا نسيب الجوهري اللي سماه الأمير طلال أرسلان. بيبقى الحزب القومي ونجاح وكيم. إذا كان نجاح وكيم بالأرثوذكسي بيكون الحزب القومي بالسنة، وإذا كان نجاح وكيم برا بيكون الحزب القومي بالأرثوذكسي. كمان تفاصيل ب 48 ساعة اللي جاية. والأحباش ظهروا من هذا الائتلاف ورايحين يعملوا لائحه لوحده، وهن مقتنعين انه قادرين يجيبوا نايبين، وان شاء الله يجيبوا نايبين وثلاثه كمان. وببيروت الاولى في اصوات لحزب الله، هي الاصوات اشار لسماحه السيد، قال في بعض الدوائر نحن ما عندنا مرشحين، بدنا نجير اصواتنا. هذه الاصوات انا فهمت رح تتجير للتيار الوطني الحر. بتروحي على المتن الشمالي، المتن الشمالي حزب الله مش موجود وما عنده مرشح، اصواته بعتقد كمان للتيار. وفي ائتلاف تقريبا ركب بين التشناق، الحزب السوري القومي الاجتماعي، ومشال الياس المر، يلي بيجمع عائلتين المر ولحود، كون جده لأمه فخامة الرئيس المقاوم أمير لحود، يسعد صباحه دائما. وين بدي بعد؟ بجبال وكسر. وين المرشح حزب الله خينا بره راح يكون على لائحة التيار الوطني الحر، وهذا الأمر قد حسم. وبجنوب صارت معروفة كل التركيبة. طيب هيدا حكينا عفوا، بيبقى بس جزين تقريبا رايحين على لائحتين، ولائحه رح يقسموا اصواتهم حزب الله جزئين، جزء بيدعم عزار وجزء بيدعم التيار الوطني الحر. وهيك بيكون في فرصه للائحتين بلعبه كسر الحواصل. هي الخريطه اذا بدك المبدئيه لحزب الله وحلفائه. ماذا عن الطرف المقابل؟ الطرف المقابل في مشكل جدي حقيقي خلقه غياب سعد الحريري. وسعد الحريري اذا بقي هيك بهالشدة عبر أذرعه الإعلامية تحديدا، رح يكون في مشكل جدي عند الدكتور سمير جعجع. يعني وبعلبك الهرمل إذا حضرتك مذكرة، الأستاذ توني حبشي أخذ حوالي 14,000 صوت، خينا الأستاذ يحيى شمس أخذ حوالي 6,000 صوت وكسر، والثنائي السني المستقبلي أمن حوالي 10,000 صوت. اليوم الأستاذ يحيى شمس ظهر من هذا التحالف، الثنائي السني ظهر، وإذا تم علاية الحاصل رح يكون في خطر جدي بعلبك الهرمل عليهم كلهم. يمكن إذا نزلنا على البقاع الغربي، في معضلة، وائل أبو فعور مش عم يقدر يجمع المستقبل الرعاوي مع القوات اللبنانية، وهون في حل اثنين، يا بيروح وائل أبو فعور والقوات بلايحة، يا بيروح وائل والمستقبل أو جمهور، ما بدي أقول المستقبل لأنني برات الانتخابات، نائب الرعاوي مع بعضهم وبيظهروا القوات. هيدا نقاش عم يترتب بالساعات المقبلة.
بزحلة ذات المشكلة. القوات اللبنانية عم بتدور على شريك سنة، وهون كمان في مشكلة. وبعد الست مريم سكاف فهمت عم بتفاوض خينا عاصم عراجي لتشوف إذا بتكون هي وياه. باختصار هيك بيشبه الحكي اللي بلشنا فيه، الثنائي الشيعي الوطني مرتب أموره مع 8 أزار التقليدية ومع التيار الوطني الحر. القوات اللبنانية رتبت أمورها مع وليد جنبلاط في الجبل شوفوا عليه، لكن عندها مشكل بالغربة، عندها مشكل بشمال، عندها مشكل بعدد كبير من الدوائر لأنها تفتقد إلى الشريك السني. هل من الآن إلى تشكيل اللوائح؟ لأنه الأفراد بيخلصوا بعتقد بـ 14-15 أذار، بس اللوائح بيضل معك لحدود 4 نيسان. هل من هلأ لوقتها بشرف البخاري ومثل ما عمل المرة الماضية طلع صلى بعلبك وجمع الناس بتصير؟ ما بعرف، بس إذا ما صارت في يقول من هلأ عظم الله أجره لـ 14 أذار بهالسهولة؟ هيني هي الحسبة هيك. وبالعكس تبه إذا صارت وتكتلوا وحطوا مصاري بقول عظم الله أجرهم لبماني أزار. هي يعني هون سؤال بهيك. هو هون السؤال اللي بيطرح نفسه. حضرتك ذكرت أنه ممكن البخاري يرجع يعمل الخطوة اللي مرة عملها يطلع عبعلبك. سوري، البخاري مش كشخص، يعني مقصود يعني السعودية، كإدارة السعودية إذا بدك. ولكن هل السعودي حين ضغط على سعد الحريري لينسحب من هذا المشهد، والمعروف انه حليفه الاول في لبنان او الناطق باسمه في لبنان هو سمير جعجع، ما كان حاسب هالحساب؟ في حدا عمل دعسه بالفراغ وهو مش حاسبها؟ بس فات على اليمن وقتل اطفال اليمن وعمل هالحرب، دخلك كان عامل حساب؟ كان عامل حساب. انا بتذكر بمؤتمر الامن الدولي بموسكو كان موجود محمد بن سلمان، وكان موجود حميد كرزاي رئيس الافغان السابق على المنبر، يعني مش انه شيء سري. طلع نصحه وقال له سموه الامير، ما فيك تقاتل حفاة باحذيه من ذهب، يا بدك تشلح الذهب تاعك يا بدك تلبسهم. طيب وفات وهي علق، قديش له على الان؟ قديش له على الان؟ واهضم شيء بعض الاعلام اللي بصير يقول ما بوتين له 7 ايام باوكرانيا، ولك في واحد له 7 سنين على الان بصنعاء، عبواب صنعاء. طيب وقت اللي اخذهم على الريتس وخطفهم وعمل لهم قتله انه عمل حساب؟ ما مشكلتك ما لها علاقه بالمنطق، يعني السياسه السعوديه ما لها علاقه بالمنطق وبالحسابات، ولا مره بيعملوا شيء بيطلع لصالحهم. طيب بسوريا دعمته بالسلاح، وهذا الحكي مش الي، هذا الحكي طلع بندر بن سلطان عبر عنه، دعمته بسلاح ودعمته المجموعات، واخر شيء شو عملته؟ قويتوا أردوغان وصرتوا هلا بدكم تفلوا. طيب باليمن، طيب ملف التطبيع مع اسرائيل لوين رايحين؟ طيب بالعلاقه مع ايران، تخصمتوا يعني مع ايران وتقتلتوا يعني مع ايران، ولا الامريكان عم يترجل الايراني تاع امضي انا وياك؟ يعني تشكك بطريقه يعني بناء الامور عندهم بالسعوديه او التفكير لها؟ تساليني عن السياسه الروسيه بقول لك المنطلقات العقائديه ومشو معقول يعملوا. ولكن الأمريكية السياسه السعوديه تسأليني بجاوبك، التركية بجاوبك، الإيراني بجاوبك، مع السعوديين يمكن في الصبح سموه عباله يروح شمال بيروح على القطعة. يعني سؤال كمان بيفرض نفسه، حكينا 8 أذار، حكينا ما يسمى ب 14 أذار، ماذا عن المجتمع المدني والـ NGOs اللي يعني اشتغلوا عليهم كل هيدا الشغل؟ الأمريكيين ما يوصفون بأنه بلش الحديث أنه بدهم يكونوا بيضة الأبان، وانه اذا في 50-8 و50-14 بيكونوا هن 28. نزل الحديث من 28 ل 14 وهلا رجع الحديث ل7. وفي معضله ثانيه انه هذا الان جي اوز اللي عم يكبر بالاخر عم بياكل من جو القوات اللبنانيه و14 اذار اكثر ما هو عم بياكل من جو الاخرين. ما هن نفخوه سوري لحتى يستفيدوا منه بالبيئه الشيعيه وبالبيئه المسيحيه تحديدا حصه التيار. لحد اللحظه لا مش مبين هيك، يعني مبين عم بياكل من غير صحن. لكن طبعا في اسئله ما في اجوبه عليها. اول سؤال، الى اي حد تراجعت شعبيه التيار الوطني الحر؟ بكره بسناديق. الى اي حد استطاع هذا المجتمع المدني ان ياكل من طحن من صحن التيار الوطني الحر؟ بكره بسناديق. وبعتقد بالموضوع الشيعي صار في استسلام انهم يقدروا جديا يعملوا شيء جدي، هيك عم يبين بكل الاحصاءات. بالرغم الاحصاءات بلبنان بدها تدقيق. يعني المجتمع المدني وما عرف سابقا بنواب مستقلين ومثل مثل الكتائب رح يقدروا يجمعوا بعض ولا خلص؟ هلا انتبه، واحد بيو رئيس جمهوريه وعمه رئيس جمهوريه
مرت عمه نائب وابن عمه نائب وخيه نائب ووزير، انه ما في الا انه السلطه السياسيه. احنا مش حارين شو بنقول لك، انا واحد بيو رئيس جمهوريه، عمه رئيس جمهوريه، خيه الله يرحمه وزير، بس ما بيساوي. طيب ما في شيء غلط، لا ضد التوريث السياسي. ايه؟ في واحد تاني بيو قاعد نائب 46 سنه قبل ما انا اخلق، بيطلع بيقول حملتي ضد التوريث السياسي. ما لو ما البابا عمل نائب 40 سنه نحن ما تعرفنا عليك. ما في شيء كوميدي بالبلد. ورح ارجع عيد، انتبه، رح ارجع عيد موقفي، انا ما غيرت. انا مش بس مش مرشح للانتخابات، كل مره بعيدها انا مش معني حتى مش مهتم، لانه صرت عم شوف هيدا مجلس النواب شو بيعمل، بيروح بالاستشارات يسمي رئيس حكومه وبيروح بينتخب رئيس جمهوريه، واثنيناتهم عم بيصير اتفاق دولي عليهم. انا بالنسبه لي بلا طعمه، لكن هي الحقيقه. بتنقهري وقت تشوفي واحد عامل مسرحيه على الهواء ضد التوريث السياسي وفي بسلالته بس معاشات بالمليارات. بس هلا البعض رح ينتقدك ويقول لك ما كمان يعني الخط اللي حضرتك بتنتمي له بيقول انه هلا المعركه واضحه انه هي على سلاح المقاومه. ماشي، انا قناعتي الجديه هذا السلاح صنع الرب وبياخذه الرب حر. وانا قناعتي الشخصيه انه هذا القانون المعفن مش رح يبني بلد. اذا ما رحنا على لبنان دايره واحده خارج القيد الطائفي وحدى قانون مجلس شيوخ على اساس الطائفي والقانون الارثوذكسي ما رح يمشي الحال. هذا القانون هلا بالبقاع الغربي مثلا شو عم بيصير؟ بيروح الكوتيلي بيعطي صوته التفضيلي، سوري، بيروح الارثوذكسي بيعطي صوته التفضيلي للارثوذكسي لانه عنده معهد، والماروني بيعطي صوته للماروني، والدرزي للدرزي، والسني لسني، وهيك بكل الدوائر. بينما انا بعرف كثير ناس بيقول لك انا خي مقتنع بهداك من غير طائفي، بس ما في يصوت له حتى ما تبين طائفتي انه عددها قليل. شفتي وين؟ هذا قانون مسخ، ولهلا كلياتنا عم نتعاطى بالقشره. بعد بالوقت القليل المتبقي لنا في اسئله سريعه بدي اجابات سريعه. نعم. عليها. خلينا نبدا بموضوع القضاء، المعركه بين القاضي غدا عون ومصرف المركزي والمصارف مستمره. قنابل دخانيه. ما عادش اتحمس. هيك ما تحمسنا كلنا هون وقت اللي اخذ قرار الرئيس علي ابراهيم من سنتين تقريبا باذار مثل الايام وحجز على اصحاب المصارف، تتذكري، وقامت الدنيا. يعني منع السفر هلا ما قامت الدنيا، شو صار؟ ماشي، رجعنا تحمسنا وقت قصة مداهمات شركات تحويل الأموال وكذا وما صار شيء، وهلا رح يتحمس وما رح يصير شيء. كله حماس على الفاضي. حماس على الفاضي. ما هيك حتى ما الله يوفقهم، وأنا قلت بعيد. حماس بين القاضي، بين القاضي والمصرفي، أنا مع القاضي شو من كان القاضي ومين من كان وشو من كان عم يعمل، لكن التجربة بلبنان هي تجربة منا جدية. هي تجربة منا جدية، بتاخذ وقت، بتعمل ترند، هاشتاج، بنتحمس كلنا واخر شيء ما بيصير شيء. عم تحكي عن شخص من عهد ميشيل سليمان بلش يروح على القضاء باخبارات وبدعاوي إلى علاقة بملفات الفساد. وعمل خصومة بالطول وبالعرض، ومع ناس معنا وناس ضدنا بالسياسة، تجربتي بتقول كلها قنابل دخانية. لأنه هذا الموضوع إذا ما نفصل فيه أكيد بدنا كثير وقت، عندي سؤال كمان. نحن هلا عم نحكي عن الدولار، حكينا عن تداعيات الازمه الروسيه او العمليه الروسيه سياسيا واقتصاديا، في سؤال عم يطرح نفسه هلا بالمعركه بالقضاء على ضد المصارف، بالمعركه بالقضاء داخل القضاء. نعم، السؤال اللي بهم الناس دولار وين؟ شو مصير؟ بيجي حدا بيقول لك انه بس فلان بيصرح بيطلع الدولار، بس فلان بيصرح بينزل الدولار. وانت متهم بهذا الشيء. لا 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 حبيبي، ال 161 هذا التعميم، طول ما هو شغال، طول ما الدولار قاعد مطرحه، لانه عم يكب دولارات وعم بيسحب لبناني. لا امتى حيضل يكب؟ هلا اللي فهمته منبهين عليه من هلا الانتخابات بدك تضلك تكب. امبارح كان في اجتماع اساسي بمصرف لبنان، المجلس المركزي، ومختلفين، بعدهم مختلفين، هل قربنا على الاحتياط الالزامي، دقينا فيه او ما دقينا فيه. انا رايي الشخصي من هلا الانتخابات رح يضلهم عم يدعموا وعم بيصرفوا، ما حدا يتوهم. ما في حدا بالكوكب الكوكب كله صارت حرب روسية أوكرانية ويمكن يصير حرب نووية، الدولار بلبنان في واحد بيتحكم فيه، هو عملية ضخ الدولار مقابل اللبناني. هلأ بمصرف لبنان ما بقى يساعوا الخزاين اللبناني قبل ما صاروا شفطين، شفطوا 5 تريليون، عم يزقون على صيدا وعلى بيروت وما بعرف إذا على زحلة كمان. طول ما هو عم بيسحب لبناني ويعطيك دولار عصيرفه، يعني نحن عنا دولار، يعني انت دولارك مستقر، يعني وخلينا نعمل حساباتنا هيك. ماشي، راجعوا بيانات صيرفه، انا اليوم كنت عم براجعهم،
كنا 23 مليون، صرنا 40 بنهار، صرنا 50، صرنا 90، 87. هلا الناس اكثر عم بتروح تبدل، تحديدا التجار، لانه بدهم يروحوا يستوردوا. يعني عمليه مختصر الكلام، الدولار ما رح نشوف لا طلعات عظيمه ولا نزلات عظيمه، ممكن يضل ثابت على 20,000 من هون للانتخابات. ما دام التعميم 161 شغال. الدولار ثابت. بس يوقف هيدا التعميم ويوقف ضخ الدولارات وسحب اللبناني، الدولار يحلق من جديد. لا احد في الدنيا، لا صراف ولا رئيس جمهوريه ولا وزير ماليه ولا حدا بيتحكم بهاللعبه الا قاعده وحده اسمها ضخ الدولارات وسحب اللبناني. ونقطع على السطر، نحن وعم نعمل، نحن وهلا بلشنا بالحلقه، صار في عنا كثير رسائل من شركات الاتصالات. بعلمك في رساله لبرا صارت تعرفتها بالدولار او زادت تعرفتها بالدولار، بعدين بيقولوا لك انه رح تتفاجئ انه انت رصيدك باللبناني. شو اللي عم بيصير بهيدا الموضوع؟ مشكلتنا ما بنقرا، نحن امي ما بنقرا. نعمل مشروع موازنه وافقت عليه الحكومه، مضى وزير الماليه ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه وارسلوه لمجلس النواب. انا كنت عاطي نسخه، ما بعرف اذا فيهم في الوثيقه شباب شرفي، هيدي بمشروع الموازنة. اعتبار بطاقات الهاتف الخلوي المسبقة الدفع المباعة من الشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي غير المستعملة لغاية صدور هذا القانون منتهية الصلاحية، وهي غير صالح للاستخدام، وإعطاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين بحوزتهم هذه البطاقات إمكانية استرجاع ثمنها. يعني في كتير عالم عرفوا بدها تطلع الاتصالات، راحوا يا حرام جابوا كروت تشريج وحطوها عندهم وحطوها. في ناس محلات كبار جابوا وخبوا، وفي ناس شرجوا تليفوناتهم ب 100 دولار و200 و300. لا بينما هالقانون اللي بده يصير بكره قانون بس يطلع مجلس النواب، كل هالبطاقات رح تلغى، رح تصير ما لها قيمه، يعطوك حقها خلال شهر، يا بترد حقها يا بعد شهر بتروح عليه. اللي رح يصير هو على الشكل التالي، اذا انت معك 100 دولار صمتها بتليفونك، قلبوا لك هي على قد ايه؟ على 150,000. بعد ما يقلبوا لك هي على 150,000 رح يقسموا لك هي على سعر صيرفه حوالي ال 20,000، بتصير تقريبا 7 دولار ونص. يعني كل واحد معه 100 دولار بتليفونه رح تصير تقريبا 7 دولار ونص. تعرف شو المشكلة؟ مش انه نحن امة لا تقرأ، كمان نحن كل شيء بلبنان بالموازنة بده ترجمة. يعني لانه ما في شيء بيكون واضح ومباشر بطريقة انه كل الناس. الموازنة 1170 يعني مش شغلة الناس تقرأها، شغلة النواب واللي بيشتغلوا بالشأن العام هن يحذروا، هن شغلة وزارة الاتصالات تجي تقول للمواطن انا رح اعمل هيدا الاجراء. حدا بيقول لك بدي اعمل فيك ضرب؟ انا بس سؤال هيك بقول، ليش ما عملوا هيك بالودايع؟ طيب انت اجيت على اللي عنده حسابات، ما بعرف، وحدات بقلب تليفونه وقلت له، وتاني قطعه بالقرار بمشروع القانون ممنوع تحول لواحد تاني كمان. ايه اجيت قلت له ممنوع تحول، يعني كابيتال كنترول. ليش عملت كابيتال كنترول هون وليش بالودايع ما عملتها؟ المواطن لحظه يعني عم يخنقوه، يعني اللي مشرج لسنه بده يشرج دولارات ما في حدا يحول له. امبارح بعت لي شاب على الفيسبوك رساله قال لي كنت مفكر حالي اذكى من الدوله، شرجت ب 300 دولار وتدينت. ايه ما حدا فيكون اذكى من الدوله بقصه النصب. الدوله هي النصاب الاول دائما، وللاسف الناس بتاكل الضرب كل مره. اللي عم بعتقد بالايام اللي جايه الانترنت والاتصالات فقط لمن استطاع اليها سبيلا. هلا مزبوط رح يجي حدا يرد علي اللي انت عملت عمليه حسابيه بس نسيت شغله، انه بدها تتخفض الفاتوره 33%. هي قد ما خفضت، ما انت انا معي 100 دولار عملت لي اياها 7.5، بس ما انت معلي لي الدولار، يعني على القليل رح بسطها للناس. قديش بتيجي فاتورتك بالشهر؟ اضربها بخمسه اذا حكيت قد ما كنت تحكي، واذا صرفت انترنت قد ما كنت عم تصرف. حلو، هيدا ختام باختصار فاتوره التليفون ضرب خمسه. هيدا مش انا عم روج له، هذا الواقع، وهيدا مشروع قانون قطع بالموازنه. وروحوا راقبوا نوابكم بكره مين رح يمضي عليه. تعرفت واتساب قالوا نزل في عالم على الشارع، هلا شو حيصير؟ 46. هيدا دليل انه مش الواتساب نزل تعالم على الناس، على الشارع كبسه الزر. مدير مركز الارتكاز الاعلامي، شكرا لك سالم زهران. ابرز ما قلته بهذه الحلقه بموضوع العمليه الروسيه، قلت اما اننا ذاهبون نحو نظام في توازن للقوى، نظام عالمي في توازن للقوى، أو رايحين إلى حرب وتنافس إلى ما شاء الله، وتشكك بأنه أن يتم كسر إرادة بوتين.
توقفت مطولا عند الموقف اللبناني بالأمم المتحدة، قلت لبنان لأول مرة لا يغني أغنية النقي بالنفس، بالتكافل والتضامن بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزير المعني. موقفنا بالأمم المتحدة جعلنا طرفا، وضعنا إصبعنا على الجرح. وتتوقع وقلت بأنه الروسي لم يستوعب بيان وزارة الخارجية، فعلينا أن نتوقع ما الذي سيفعله بعد هذا الموقف للبنان. وسألت لبنان من وين رح يجيب قمح، من وين رح يجيب غاز، ماذا عن الاتفاق الثلاثي لثلاث شركات من بينهم شركة روسية للتنقيب عن النفط. وقلت بأنه هذا هو بيت القصيد، الأمريكيون يريدون للبنان أن يفض يده من هذا الاتفاق بسبب الشركة الروسية. وهون قلت الاختبار الحقيقي بالانتخابات النيابية، قلت بأنه هناك تحالف ثلاثي، حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر. شكل هذا التحالف، الأسماء أصبحت شبه محسومة لا 8 أذار 14 أذار أمام معضلة حقيقية، تحديداً القوات اللبنانية، لأنه عنده مشكل بالحليف السني. إلى حتى هذه اللحظة لم يتم تركيب التحالفات. وقلت بأنه الـ NGOs والمجتمع المدني الواضح بالنسبة للمشغلين الأمريكيين بأنهم لن يحدثوا فرقاً على الأقل في الساحة الشيعية. والسؤال، هل تراجعت شعبية التيار الوطني الحر؟ هيدا الشيء ببين بصناديق الاقتراع، كشفت بأنه المحقق العدلي وبخلاف ما يقول، نعم هو وقع على يعني قال بأنه بالإمكان هدم الإهراءات، إهراءات القمح في مرفأ بيروت الدولي من أجل إعادة إعماره. وكمان حكيت بموضوع الاتصالات، نهايت عنا قلت أنه فاتورة الاتصالات ضربوها بخمس أضعاف. وفي خشب دقيت لك. مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا.